السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحلقة جديدة في برنامجنا حكاية مثل. رجعت حليمة لعادتها القديمة. مثل مهم جدا وبنسمعه دايما في عالمنا العربي، بس عايزين نعرف قصته ايه، والنهاردة ان شاء الله نعرف قصة المثل ده ايه. رجعت حليمة لعادتها القديمة، بس قبل نعرف القصة بتاعت النهاردة، يا ريت لو لسه ما اشتركتش في القناة تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصل لك كل جديد. رجعت حليمة لعادتها القديمة. مين حليمة دي؟ حليمة دي زوجة راجل من العرب مشهور جدا وكلنا عارفينه، اسمه حاتم الطائي. طب ايه شهرة الراجل ده؟ الراجل ده كان مشهور دايما بالكرم، ودايما كان بيكرم ضيوفه جدا جدا، وكان دايما يعزمهم على اكل وولايم كتير لاي ضيف بيجيله، حتى لو واحد غريب عنه. بس حليمة دي كانت زوجته، وكانت على عكس حاتم الطائي كانت بخيلة جدا، فكان دايما حاتم الطائي يشجعها على الكرم ويشجعها انها تبقى جواده وتبقى انسانه كريمه زيه. بس طبعا حليمه دي كانت دايما بتطبخ لهم وتطبخ لهم الاكل ناقص السمن، يعني ما كانتش بتزود السمن في الاكل، والاكل دايما كان بيطلع طعمه مش ظريف، والناس دايما كانت تشتكي لحاتم الطائي من الاكل بتاعها، مع ان كان اكل كتير جدا. خلاص، فحاتم الطائي قال لمراته حليمه دي، قال لها انت عارفه لو زودتي السمن؟ قالت له يحصل ايه؟ قال لها بكل زيادة معلقة ربنا هيطول في عمرك يوم، او يطول في عمرك سنة. فطبعا الست دي كانت حريصة على الحياة، فكانت دايما تزود السمن. طبعا حاتم الطائي اختار عليها القصة دي عشان ايه؟ تزود السمن في ايه؟ في الاكل. طبعا القصة مش حكاية، مش يعني حاجة مش هتحصل، بس هو اخترع الحكاية ده عشان ايه؟ يشجعها ان هي تحط ايه؟ سمن في ايه؟ الطعام. فكان دايما تزود ايه؟ معالق سمن، زود معالق سمن عشان ايه؟ عمرها يطول وتعيش حياة اكتر. ولكن حصلت حادثة مهمة جدا، او حادثة قلمت فيها جدا، هي فقد ابنها الوحيد محمد. ابنها الوحيد محمد ده توفى في حادث خلاص، وفقدته طبعا بقت حزينة جدا. فطبعا بدأت تقلل في السمن. ليه؟ عشان كل ما تقلل زي ما كان زمان تحس ان عمرها هيقصر، فتقابل ابنها محمد. يعني بدأت تقلل في السمن في الأكل بتاعها عشان حياتها تنتهي وتقابل محمد ابنها بسرعة. فطبعا الناس بتوع حاتم الطائي لما بدأوا يرجعوا تاني يأكلوا عنده وتلاقوا السمن بيقل، قالوا ده أكيد رجعت حليمة لعادتها القديمة اللي هي تقليل السمن في الأكل. والمثل ده احنا بنطلقه على الإنسان اللي كان بيعمل عادة قديمة وبعدين بطلها وبعدين رجع لها تاني. مثل مهم جدا وتحرف كتير، كان من ضمن برضو المثل ده اللي اتحرف، رجعت ريمة لعادتها القديمة. رجعت ريمة لعادتها القديمة اللي هو برضو مثل، كانت ريمة دي انسانة برضو بتجمع الاكفان بعد ما الناس تموت، وقالوا في المثل برضو بس رواية مش صحيحة قوي، انها رجعت تجمع الاكفان تاني، بس رواية مش صحيحة. لكن الرواية الصحيحة دايما اللي هي بتاعت حليمة وعادتها القديمة اللي هي زوجة حاتم الطائي، والعادة القديمة اللي رجعت لها اللي هي تقليل السمن في الطعام. لو عجبك المثل ما تنساش تعمل اشتراك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصل لك كل جديد، ولو عجبك الفيديو تعمل لايك وشير عشان يوصل لأكبر عدد من الناس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.